تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. دعونا نبدأ معكم هذه الفترة بهذا الخبر، حيث ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن إحدى المحاكم البريطانية قضت بتغريم زوجين بريطانيين مبلغ 750 جنيه استرليني لصالح إحدى الشركات، وذلك بعد ادعائهما كذبا أنهما تعرضا لتسمم غذائي خلال قضاء عطلة بأحد فنادق شرم الشيخ. وأظهرت التحقيقات أن الزوجين أكدا من خلال موقع لتوصيات السفر أنهما عاشا تجربة مدهشة في شرم الشيخ خلال تلك الفترة. في البداية ادعى الزوجان أنهما ذهبا إلى إحدى الصيدليات أثناء العطلة واشتروا أدوية لعلاجهم من حالة التسمم والتي تسببت فيها تدني مستوى النظافة والأطعمة بالفندق، وطلب الشركة بدفع تعويض لهما، إلى أنه تبين لإدارة الفندق فيما بعد أن الزوجين كان قد سجل في أحد المواقع الخاصة بتوصيات السفر الإعجاب والرضا الكامل عن الرحلة إلى شرم الشيخ، حيث كتب أنهما عاشا تجربة رائعة خلال تلك الفترة في شرم الشيخ بمصر. دعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه القصة مع دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. يا دكتور حسام، تحياتي لحضرتك وصباح الخير. صباح النور وصباح الخير على حضرتك وإكسترا نيوز، أهلا وسهلا. تفاصيل أكثر حول هذا الأمر. هو الحقيقة طبعا في سياح بيجوا بيبقوا هدفهم الأساسي إن هو يعمل مشكلة عشان يسترد فلوس الرحلة بتاعته مرة أخرى وتعويض مختلف أو بزيادة شوية، وما بياخدش أو ما بيحطش في اعتباره إن ده ممكن يسيء إلى الشركة اللي هو جاي من خلالها. ولكن هذا السائح طبعا هو جاي مع شركة كبيرة واسم كبير من أكبر الشركات في أوروبا، ونازل في فنادق فخمة جدا، وبعدين الفنادق دي في شرم الشيخ أو في الغردقة أو في مصر كلها واخدة درجة عالية جدا من الدرجات بتاعت الهايجي، ووزارة السياحة يعني بتتابع هذه الفنادق. فطبعا كان واضح جدا واتضح للأوروبيين أو لبلده نفسها أو لدولته إن هو بيختلق مشكلة من أجل حصول على تعويض مادي بصرف النظر عن النتائج، وطبعا جات في غير صالحه وهو اللي تحمل الغرامة دي. فأولا الحمد لله طبعا السياحة تطورت الفترة الماضية بالذات في 2017 و2018 بشكل ملحوظ، سواء من التدفق السياحي للسياح وكذلك الخدمة في الفنادق ودرجة الأمان في المطارات المصرية ودرجة الأمان في كل حتة، وده أدى إلى تحسن الخدمة بشكل ملحوظ. ولكن ما نقدرش نلوم السائح، لأن في سياح فعلا بيبقى هدفها من كل زيارة إنها تيجي رحلة إلى مش مصر بس، إلى أي دولة وتسترد ما قيمة الرحلة مع تعويض آخر، طب تختلق المشاكل. طبعا دي شركات كبرى وبتبقى على وعي كامل بالحاجات دي وعندها الستاف بتاعها وشايفة التقارير، ولازم قبل ما يمشي السائح بيملى ابليكيشن عن الرحلة في مصر عمل فيها ايه، وعن الفندق، مش الفندق بس، عن الفندق وعن الرحلة وعن الزيارات وعن الزيارات اللي هي الاختيارية الاوبشنال. طب يا دكتور، هو مفيش تقارير طبية يعني او كشف طبي لمن يدعون كذبا يعني بهذه الحالات سواء تسمم او غيرها؟ اكيد في تقارير، بس هو انا يعني هو اهم حاجه، بص حضرتك، في بيبقى كذا تقرير وابلكيشن او مش ابلكيشن، ورقه بتعطى للسائح في الفندق اولا وبعد الفندق عن الرحلات والبرنامج ككل، خلاص. كل الورق ده بيمضي عليه السائح هو وزوجته، يعني مش واحد، مش فرد فقط، الاثنين، عن تقرير كامل بيوضح فيه كل النقاط دي. لو جاله حد او لو هو تعب، في سياح اصل السائح ممكن يتعب مش بس من ان هو الاكل، ده 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 ده, ده, ده كلام غير صحيح. يعني في سياح بيقعدوا يتعرضوا للحر جامد جدا، للشمس، لجو الشمس جامد قوي، وفي نفس الوقت بيقعدوا يشربوا كحوليات كتيره، واخده بال حضرتك؟ فده ممكن يؤدي الى مشاكل معويه
معاه هو، لان هو بيشرب كتير جدا وفي نفس الوقت قاعد في الشمس طول النهار، فممكن يدعي كذبا ان هو حصل حاجه زي كده. لكن التقارير دي هي اللي بتبقى مرفقه بالنسبه لكل السياح والسيتويشن، وبالذات العاملين في حقل السياحه الخارجيه واستجلاب الافواج السياحيه كشركات زي ما احنا بنعمل، لازم يكتب تقرير شامل عمل ايه في الرحله، عمل كذا بالايجاب او السلب، بس بيبقى كاتب عشان ده ما يرجعش يرد بالشكوى. فهو غالبا كان وقع على اوراق زي دي، بالاضافه للي كتبه في الموقع العالمي. انت ذكرتوا اسمه، اذكر اسمه ولا ما ذكرتهوش؟ اتفضل اتفضل. هو ذكر انه في موقع عالمي كبير جدا بيشاهده مليارات، اللي هو تريب ادفايزر، ان قضى وقت سعيد جدا ورحله رائعه في مصر. وممكن يكون نسي ان هو كتب التقارير دي في مصر للشركات والابلكيشن اللي هو بيمضيها قبل ما يمشي، فطبعا خسر القضيه وخسر كل حاجه. ولو كانت القضيه دي هو كسبها، كانت هتستغلها دول معاديه في السياحه لينا كتير جدا وفي الميديا وفي الاعلام. ولكن الحمد لله ربنا نصف الشركه ونصف مصر ونصف كل شيء، يعني لان هو مدعي. يعني ممكن حتى تلاقي في كل فتره كده مجموعه بتيجي تلاقي مثلا واحد ترابل ميكر او بيعمل مشاكل وحاجات دي. بس دكتور حسام مهزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على إيضاح هذه التفاصيل. كعادة الآن مشاهدينا الكرام، متواصل ومستمر مع حضراتكم على مدار اليوم لرصد كل ما هو جديد على الساحة. دائما ابقوا معنا.